يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أفتح محلا باسم والدتي، لكن الربح والبيع والشراء يكون لي، وذلك لحاجة ماسة لذلك لقضاء الديون التي علي، وأنا موظف والراتب لا يفي بالمتطلبات، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ لا، لا يجوز لك أن تخالف النظام، لأن نظام ولي الأمر يمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا، ويمنع الاحتيال جعل باسم غيره من باب الحيلة، هذا ما لا يجوز. فأنت إذا كانت الوظيفة ما تكفيك اتركها وروح للبيع والشراء، الحمد لله. يما تفرغ للوظيفة ولا تفرغ للبيع والشراء واترك الوظيفة. نعم.